مرحبا بمتابعي قناة شهوات وهبة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الكلاص وكذلك طريقة تحضير الكريم شانتيي بأنواعه اللي يبغى يزين بهم لي طارت ولا الكيك الاسفنجي. تابعوا معايا طريقة التحضير. كما كتشاهدوا وجدت الضرب وغنبدأ على بركة الله نوجد الكريمة ديالي. بالنسبة لهذا النوع من الكريمة هي كريمة سائلة، نحاول أنني نضيف له فقط سكر غلاسي على حسب الذوق. كما كتشاهدوا راه كتوجد في الحين هذه الكريمة، يعني مستغنيين على الحليب فيها، ما كنديروش فيها حليب، هي سائلة موجدة فقط، غير كتديروها في الدراب وتنكهوها بأي حاجة بغيتو. كما كتشاهدوا ضربتها مزيان. بالنسبه للكريمه باش كتعرفوها بانها ناجحه 100% ملي كتقلبوا الاناء وتشوفوه صافي، الكريمه ديالي ولات جاهزه. نحاول انني نديرها في واحد الاناء وندخلها الثلاجه باش تبرد مزيان. هذه بالنسبه الى بغيتوها في اللون الابيض، كنتو بغيتوها في نكهه الشوكولا او اي نكهه ثانيه كيف كراميل، هنا غنوريكم كيف اشنو غديروا من بعد. كما كتعرفوا هاد الحجم هذا راه كبير، انا قسمته على جوج، النص خليته ابيض والنص هنا غنضربه وغنضيف له حتى هو جوج معالق ديال السكر كلاصي. بالنسبه لي انا بغيت ننكهو بنكهه الشوكولا، جبت جوج انواع دانونات مختلفين ديال الشوكولا، غنخوي نزيدهم عليهم. كما كتشاهدوا غنزيد الدانون الثاني اللي جبت، هما خاصين بالشوكولا. المهم من بعد غنضربهم مزيان حتى ينسجم العناصر، وغنزيدهم الكاكاو. الكاكاو بالنسبه لهذا راه مسوس بدون سكر. علاش درتو بدون سكر؟ لانه بحر غيكسر ليا داك الحلاوه اللي درت لهاد الكريمه. صراحه في المذاق ديالها كتجي رائعه. علاش قلتها لكم؟ لان ملي ذوقت الطرطه اللي صايبت بها الكريمه جاني المذاق ديالها منسجم معاها، يعني ما كانتش حلوه بزاف. غندوزو دابا لتحضير الكلاص بالنوكا اللي صراحه طلع رائع، كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه ديالي. غنحتاج لاموس ديال الفانيلا، صاشيه بنكهه الفانيلا، غنحاول نخويها من بعد ما فتحتها. هذيك الصاشيه ديالها صراحه راه غتحتاجوها الاخوات، غير حافظوا عليها. المهم من بعد غنضيف جوج كيسان ديال الحليب. علاش؟ لانني اصلا غنحاول انني نضيف نيدو، يعني الا ما كنتوش غتزيدوا نيدو غديروا كاس فقط ديال الحليب. بما ان غنزيد غبره بودر ديال النيدو، اذا غندير جوج كيسان ديال الحليب صافي. من بعد غنخليهم يتضربوا مزيان وغندوز نوجد النوكا ديالي. المهم كما كتشاهدوا عندي كاس ديال العنبه، نحاول ندير جوج كيسان ديال السنيده ولا كاس واحد على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما. انا درت هنا جوج كيسان، كما شاهدتوا راني خليتها فوق نار مهيله باش نوجد الكراميل ديالي. دابا الكراميل راه قرب يوجد، كنمشي نوجد كاس ديال اللوز اللي حمرته في الزيت كما كتشاهدوا. من بعد ما سمحوا لي هاد اللقطه تمسحت ليا، من بعد ما خلطت طاب الكراميل خلطت معاه داك اللوز وحركته مزيان فيه. دابا جا الوقت انني غنسرحو فوق الصاشيه ديال الغبره ديال الكريمه اللي قلت لكم حافظوا عليها. ها هو جا الوقت فاش غنستعن بها. المهم اللي كنسالي كما كتشاهدوا كنحاول نسرح مزيان هذاك اللوز فوق هذيك الصاشيه.
ما كتشاهدوا، دابا غندوز للكريمه. من بعد ما ضربتها مزيان مع الحليب، دابا غنضيف لها واحد 3 المعالق ديال كريم الكراميل، وغنضيف نيدو كما كتشاهدوا. بالنسبه لعبار النيدو، اما ديروا بالمعالق ولا تشدوا كاس ديال العنبه داك الحجم الصغير ديالو، تعمروه بنيدو وتخوه تزيدوه على الخليط. المهم صافي، ملي كتسالوا كتحاولوا تضربوا هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم حتى ينسجموا. بينما برد لنا النوكا ديالنا، غندوزو نحضروا المول. فاش غنوجد الكلاص ديالي، دابا غندوزو لتحضير النوكا. من بعد ما بردت كنقطعها بهذه الطريقه باش نديرها في كاس ديال الطحين ديال مونينيكس. المهم نحاولوا نطحنوها مزيان البنات، لان غنخلطها مع كما كتشاهدوا، غنخلطها مع الكريم اللي وجدت. المهم هانتوما بعد ما قطعت قطع صغيره غنطحن مزيان. ضروري غيبقاو شي قطع اللي ما طحنوش، وكي غتعزلوهم. هاد المقطع صراحه البنات مشى ليا. المهم بعد ما طحنت مزيان، راني خلطت مع ديك الكريمه اللي وجدت البيضه الاولى، وضعتها في الاناء في المول ديال السيليكون. صافي، من بعد مشيت كنوجد كريمه ثانيه بنكهه الشوكولا. هانتوما راه هي دي نفس الطريقه، غديروها هانتوما نكهه الشوكولا. وجدتها، شديت فيها الكلاص ديال الشوكولا، زدت كاس ديال الحليب، وزدت 2 معالق ديال السكر كلاصي. صافي وضربته مزيان وهو يوجد عندي. دابا شنو درت؟ غنضيفه فوق هذاك الكريمه الاولى اللي درت. انتما كما كتشاهدوا، وغنحاول انني نساجم بعضياتهم. غنشد واحد كيف فرشيطه ولا شي حاجه، وغنبقى ندور في وسط المول باش كيدخل داك اللون ديال الشوكولا، يدخل مع اللون ديال الفاني. صافي كينساجم بعضياتو ديريكتومون البنات. راه كندخلو الكونجيلاتور ديريكتومون، ما كنخليش في الثلاجه العاديه، لا في كونجيلاتور. وخلوه، اعطوه شويه الوقت، يستحسن كاع يتصايب كيف تقولوا اليوم في عشيه وغدا في الصباح تلقاوه واجد. صراحه البنات، ان فوا غتخرجوه من الكونجيلاتور وتوضعوه في الاناء التقديم، راه كيطلع رائع. راه كلاص مصايب في الدار على حقه وطريقه، والنكهه ما نقولش لكم، انسجام النكهات على الشوكولا مع الفاني كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تنال استحسانكم، وما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في قناه شيوات ام هبه باش يلحقكم كل جديد.